السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهاردة يا حبايب قلبي؟ مش هنتكلم عن وصفة ولا اي حاجة تخص المطبخ، هنتكلم عن موضوع شاغل البلد بقاله كام يوم، عن ريهام سعيد. قالت في التحقيق ان هي مريضة سمنة ولسه بتعاني من السمنة، انها بتتكلم عن الناس اللي فوق ال 300 كيلو، هي بتتكلم على لسانهم ان هم عايشين ميتين، ان هم ما بقدروش يتحركوا، ان هم محرومين من حاجات كتيرة في الحياة. بتتكلم الكلام ده على لسانهم هما، وان هي برضو مريضة سمنة، وان خالها برضو وخالتها برضو بيعانوا من حكاية التخن وزيادة الوزن. مش بتقول الكلام ده عشان البرنامج بتاعها، لا، هي بتصحح الكلام، ان هي بتقول على لسان الناس، مش كلام جايباه من عندها ولا حاجة، ان هي بتقول على لسان الناس الكلام ده. وهي بتقول الكلام ده عشان محدش يتضايق منها، لانها مريضة سمنة ولسه للان برضو مش نافع معاها ادوية ولا اي عمليات. عشان كده هي بتتكلم على الناس اللي وزنهم فوق ال 300 كيلو، ان هي مش بتسخر منهم ولا بتهنهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.